حرية مجانية على روح فقيدتنا وفقيدة محافظة المنيا الدكتورة أمنية رجب الله يرحمها ويسامحها، كان ليها باع كبير في خدمة المواطنين في المجال الصحي من دورها كوكيلة وزارة سابقة ومن دورها كأمان الصحة وسكان محافظة المنيا. ده جزء بسيط من رد الجميل للدكتورة أمنية اللي هي كانت دايما بتحسنا وتنشطنا دايما في الجزء ده وجزء خدمة المواطنين سواء داخل المستشفيات أو خارج المستشفيات في القوافل الطبية. وإحنا النهاردة مجموعة من الأطباء في تخصصات مختلفة بيعمل قافلة طبية مجانية بالكامل، وده إهداء على روح الدكتورة أمنية رحمة الله عليها، وده جزء بسيط من جميل علينا كلنا. جاي عشان خاطر طبعا بنعمل قافلة طبية مجانية لروح الدكتورة أمنية رجب. طبعا خدمت في الصحة كتير وده يعتبر رد جميل ليها. كل أطباء ملاوي خدمتهم سواء في الصحة سواء في الشغل سواء في كل حاجة، فعملت جمال مع ناس كتير قوي، والنهاردة بنرد لها الجميل وربنا يجعله في ميزان حسناتها إن شاء الله بإذن الله. ووصل الدعاء الناس النهاردة اللي هتكشف معانا إن شاء الله يوصل لها إن شاء الله بإذن الله، وهي أكيد طبعا في مكان أحسن من هنا بكتير إن شاء الله.